تحية لكم مشاهدينا، جولة جديدة من أقوال الصحف نستعرض فيها أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية. ونبدأ معكم من صحيفة الخليج الإماراتية التي كتبت مقالا بعنوان حفلة كذب في الكونغرس. كتبت الصحيفة تقول مشهدان متناقضان خارج الكونغرس وداخله أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الخارج، تجمع آلاف المتظاهرين الأمريكيين ورفعوا الأعلام الفلسطينية وطلبوا باعتقال نتنياهو، بينما في الداخل كان المشهد مخجلا إذ حظي نتنياهو بتصفيق حاد من جانب المشرعين. نتحول إلى صحيفة لوفي جارو الفرنسية ونقرأ تحت عنوان نتنياهو أمام كونغرس أمريكي منقسم. ما كان لافتا في خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس هو الانقسام الجلي بين الجمهوريين والديمقراطيين في التعامل مع الخطاب. رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتاد على استغلال الانشقاقات بين الجمهوريين والديمقراطيين لبلوغ أهدافه، وهذا ما فعله في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015 عندما طلب أعضاء الكونغرس ودون إخبار البيت الأبيض بعدم إبرام الاتفاق النووي مع إيران. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت تحت عنوان العرض الخطابي لنتنياهو كان استعراضيا. نتنياهو أظهر عبر خطابه أنه يتقن الطريقة الأمريكية في ممارسة السياسة بعد إلقاء خطاب يشبه خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرؤساء الأمريكيون. هناك الكثير في إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك بعض من كانوا في قاعة الكونغرس يأملون خروج نتنياهو من منصبه، خاصة بعدما شكلت الحشود التي تظاهرت ضده ومن أجل الفلسطينيين مشكلة سياسية. من جريدة الأيام الفلسطينية نطالع تحت عنوان لا تقتلوا الإنسان في غزة. تتواصل الحرب الوحشية ويواصل أهل فلسطين النزوح في رحلات يومية من الموت، فالحرب لم ترحم عجزهم وقلة حيلتهم وتشردهم، يهربون خائفين جائعين عطشا ولا يعرفون أين يذهبون، ويسقط منهم القتلى والجرحى والعدو الغاشم لا يترك لهم فرصة للإخلاء، وكأنه يتعامل مع آلات أو كرات متدحرجة سوف تغادر المكان بلمح البصر، وهو لا يعرف أنهم بشر من لحم ودم ونفوس مثقلة بالمرض والهم والحزن والفقد. معنا من رام الله مباشرة الدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية. دكتورة تمارا بعد التحية، يعني هل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس حقق له حالة من الانتصار برأيك أم أنه جاء بنتيجة عكسية؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولكل متابعينكم. أولا خطاب نتنياهو ليس خطابا انتصاريا، هو خطاب استعطافيا لكلا الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب أيضا الديمقراطي. يعني استعرض في خطابه ثلاثة خطوط عريضة، وهي فيما يتعلق استمرارية الحرب على أرض قطاع غزة، وأن بالنسبة لنتنياهو خطا عريضا وهي القضاء على حركة حماس، هذا من جانب. والجانب الآخر أن خروج الرهان واضح تماما أن عملية خروجه فقط في سياق حسب نظرة نتنياهو هو استمرار الخيار العسكري في أرض قطاع غزة. فيما يتعلق الخط العريض الثاني بالنسبة لنتنياهو، وهو أشار في عملية أن إسرائيل مهددة أمنيا من كافة الاتجاهات، وركز على التهديد الإيراني والأذرع والقوى المنطوية تحت إطار إيران. وهذا إشارة أن ليس فقط خطابه استعطافيا، وإنما خطابه من أجل أن يكون هناك استمرارية طلب نتنياهو من الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال السلاح، تحديدا فيما يتعلق الأسلحة النوعية، ليس فقط الأسلحة والقنابل التي تم إرسالها لمنطقة قطاع غزة. واضح تماما أن إسرائيل لديها خطة، هذه الخطة تمتد لمدة شهر تحديدا في تعاملها للمنطقة الشمالية، وهذه الخطة ولكن هذه الخطة لا تنجح إلا بإرسال الأسلحة النوعية التي تريدها من الولايات المتحدة الأمريكية، المتعلقة أن خلال فترة أسبوعين أن يتم ضرب من قبل إسرائيل ضربة قاطفة سريعة تهدم بشكل سريع البنية التحتية لحزب الله، وأيضا بعد أسبوعين أن يتم عملية الدخول بريا 5 كيلومتر إلى المنطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية. فبالتالي لديه خطة نتنياهو في هذا السياق. فأيضا ناهيك أن عملية إلقاء أو عملية تواصلهم مع بايدن وأيضا هاريس
يعني واضح تماما ان بايدن ولقائه مع نتنياهو كان اكثر بناء من لقائه مع هاريس. واضح تماما ان هاريس كان خطابه او بيانه يوم امس لمده 6 دقائق، رغم ان كان هناك 40 دقيقه ما بينهما، لكن تفاجا نتنياهو ان هاريس القت بيانا 6 دقائق، وهذا طبعا ادى امتعاض نتنياهو. وواضح تماما ان هاريس لها علاقه فيما القته يوم امس لها في البعد الانتخابي الداخلي للولايات المتحده الامريكيه، بمعنى تريد ان تستعطف وان تستقطب الاصوات العربيه والاسلاميه والجاليه الفلسطينيه في الولايات المتحده الامريكيه، بالاضافه تريد ان ترضي اللوبي الصهيوني، لكن هذا الامر لم يرضي نتنياهو. لذلك نتنياهو يعني في ملاقات كلا الطرفين سواء كان بايدن او حتى على مستوى هاريس، تحديدا هاريس، واضح تماما ان يعني استطاع نتنياهو أن يعلم أن السياسة المستقبلية بالنسبة إن كانت هاريس هي لها علاقة بعملية التوازن، سواء كان بالحفاظ على أمن إسرائيل واستمرارية دعمها وإرسال السلاح بالنسبة لإسرائيل، يعني هذا يعتبر خط أحمر بالنسبة للعلاقة العضوية والعلاقة الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل، أن عملية الدفاع عن إسرائيل سوف تبقى مستمرة حتى لو كان هناك خلافات نعم. تكتيكية أو طيب خلافات يعني دكتورة تكتيكية. تمارا، كيف تابعت المشهد المتناقض خارج الكونغرس، مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وفي داخل الكونغرس تصفيق حاد لنتنياهو؟ إلى أي مدى يعكس هذا التباين في ما بين السياسة الأمريكية وما بين وجهة نظر الشعوب وتعاطفها مع القضية الفلسطينية؟ طبعا طبعا، اولا هناك في تناقض صارخ ما بين الدوله العميقه للولايات المتحده الامريكيه، والتي دائما هذه الدوله العميقه اذا شعرت ان الحزب الديمقراطي سوف يقدم لها سوف تدعم الحزب الديمقراطي، وان شعرت ان الحزب الجمهوري سوف يستمر في دعم اسرائيل فانها سوف تدعم الدوله العميقه للولايات المتحده الامريكيه الحزب الجمهوري. ولكن هذا يختلف كليا عن طبيعه الشعوب، يختلف كليا عن المظاهرات، يعني هناك تناقض صارخ حتى على مستوى المظاهرات يوم امس، يعني كان جزءا منها بطلب من اليسار التقدمي للحزب الديمقراطي، وكان هناك ايضا بضغط من الجاليه الفلسطينيه والجاليه العربيه والجاليه الاسلاميه، وايضا نتيجه وجود الحرب والاباده الجماعيه والقتل الدموي في ارض قطاع غزه ادى الامر الى عمليه تحرك التظاهرات في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن هناك تناقض صارخ ما بين السياسه العميقه للولايات المتحده الامريكيه نعم. وايضا السياسه الحليفه التي دائما تقدم الدعم لاسرائيل، وهذا لا ينقطع كما شهدناه في حرب نعم، قطاع يعني غزة. صحيفة الخليج الإماراتية وصفت ما حدث بأنه حفلة كذب في الكونغرس، بينما صحيفة لوفيجارو الفرنسية وصفت الكونغرس بأنه منقسم إزاء نتنياهو وإزاء إسرائيل بشكل عام. يعني إلى أي مدى تتابعين هذا الانقسام الأمريكي؟ إلى أي مدى برأيك تتوقعي أن يستمر الدعم الأمريكي لإسرائيل عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ أعتقد أن الانقسام الحالي هو فقط الدعاية الانتخابية، يعني بمعنى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية هي لم تتغير مهما نعم تغير الشخوص سواء كان هاريس أو حتى ترامب، بغض النظر عن طبيعة مسمى المرشح الرسمي للحزب الديمقراطي، فإن عملية السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقى تقدم الدعم لإسرائيل. لكن هذا الانقسامات هو فقط الدعاية الانتخابية، يعني هاريس يوم أمس أشارت أن يجب وقف الحرب على أرض قطاع غزة، هي تريد أن تستقطب وأن تستعطف الأصوات التي هي معنية بوقف الحرب على أرض قطاع غزة، بالإضافة أنها أشارت بأول دخولها أن منظمة حركة حماس هي إرهابية وعلى إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وبالتالي هذا التناقض في أيضا في كلام هاريس أيضا هذا يؤدي أنها فقط للدعاية الانتخابية وليس فقط ليس من أجل يعني تغير السياسات المستقبلية أو المقاربات المستقبلية في عدم تقديم الدعم لإسرائيل. إسرائيل سوف الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في تقديمها الدعم لإسرائيل حتى لو كان هناك خلافات شخصية بين شخوص، يعني كان نتنياهو أو هاريس أو حتى نتنياهو وأيضا ترامب أو نتنياهو بين بايدن، فبالتالي هذه الاختلافات الشخصية لا تؤثر على أيضا جوهر العلاقات بين إسرائيل وأيضا أمريكا. تمام. يعني المحكمة الجنائية الدولية سمحت لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حجج قانونية في مسألة مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو. يعني برأيك هل هناك تباطؤ بسبب الضغوط الدولية؟ ولأي مدى يستمر هذا التباطؤ؟ وهل ستظل إسرائيل خارج نطاق المحاسبة الدولية برأيك؟ طبعا هناك تباطؤ في صدور مذكره اعتقال او صدور قرار من محكمه الجنايات الدوليه فيما يتعلق بمذكره اعتقال ضد نتنياهو او جالنت،
وهذا التباطؤ يأتي من الضغوط، هي تأتي من الضغوط سواء كان من إسرائيل ذاتها، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية، من الدول التي هي منطوية تحت إطار والموثقة لنظام روما، بالإضافة إلى الدول المنطوية تحت إطار محكمة الجنايات الدولية. وتحديدا أنا حتى هذه اللحظة لم يسحب الاعتراض، يعني رغم أن بعض الإشارات من بريطانيا تريد أن تسحب الاعتراض الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية، والذي قدمه حزب المحافظين قبل فوز حزب العمال البريطاني. وناهيك أن ألمانيا حتى هذه اللحظة يعني قدمت طلب أن محكمة الجنايات الدولية عليها أن تؤجل حتى تنظر إلى أن هل هناك اختصاص لمحكمة الجنايات الدولية بأن تنظر إلى مذكرة الاعتقال بالنسبة لنتنياهو أو حتى على مستوى جالنت. فبالتالي هذا التباطؤ نتيجة الضغوط الدولية، نتيجة قد يكون هناك إلقاء العقوبات على محكمة الجنايات الدولية، عقوبات اقتصادية، وقف التمويل لمحكمة الجنايات الدولية، أيضا هناك عقوبات على موظفي محكمة الجنايات الدولية نتيجة قد لا يتم دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقف أيضا رواتب هؤلاء محكمة موظفي محكمة الجنايات الدولية. لذلك ما يحدث الآن على أرض الواقع، ما زالت محكمة الجنايات الدولية لا تعطي القرار النهائي متى سوف تقدم هذا القرار. وبالتالي إسرائيل حتى نعم هذه اللحظة طالما أن الضغط هو غير قائم بشكل فعال ولا يوجد عقوبات على إسرائيل، فإنها سوف تبقى فوق القانون الدولي نتيجة عدم وجود إلقاء العقوبات أو ردعها عما يحدث الآن في أرض قطاع غزة واستمرارية إبادتها الجماعية للمدنيين الفلسطينيين. نعم شكرا لك دكتورة تامارا حداد، كنت معنا مباشرة من رام الله. ونتابع جولتنا من الصحف العربية بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة البيان الإماراتية التي راصدت التصعيد في جنوب لبنان وكتبت: قتيل وجريحان في قصف بجنوب لبنان في غارة للطيران الإسرائيلي المسير على محيط جبانة بلدة رب 30 بجنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف عناصره لمستعمرتي المنارة وشتولة الإسرائيليتين بالأسلحة ردا على قصف إسرائيلي على القرى الجنوبية. إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي تابعت الأزمة السياسية في العراق وكتبت تحت عنوان: حسم أزمة رئيس البرلمان العراقي. رئيس حزب التقدم العراقي محمد الحلبوسي يفرض شروطا صعبة على قارة التحالف الحاكم مقابل حل أزمة رئيس البرلمان الشاغر منذ نحو 7 أشهر واجتماعات لقادة الأحزاب للتوصل إلى اتفاق على مرشح. الأوضاع في اليمن رصدتها صحيفة السياسة الكويتية تحت عنوان: غارات تستهدف الحديدة. المقاتلات الأمريكية والبريطانية تشن عدة غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن وتستهدف مطار الحديدة الدولي. الولايات المتحدة تؤكد أن هذه المواقع حولتها جماعة الحوثي إلى قاعدة لتنفيذ الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الغارات تهدف لحماية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا. نتابع أقوال الصحف العالمية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، ونبدأ القراءة في الصحف العالمية من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحت عنوان: الانتخابات الأمريكية. قالت استطلاعات الرأي تظهر بعض العلامات المبكرة الجيدة لكامالا هاريس، وذلك هناك دلائل تشير إلى أن هاريس حققت مكاسب بين بعض المجموعات الرئيسية، ولكن السباق لا يزال متقاربا وبشدة، ويبدو أن التحول إلى نائبة الرئيس هاريس أدى إلى تحسين فرص الديمقراطيين في السباق الانتخابي. أما صحيفة بوليتيكو الأمريكية فكتبت تحت عنوان: تعاون عسكري جديد بين الصين وروسيا. منورة غير مسبوقة للقاذفات الصينية والروسية أجبرت الولايات المتحدة وكندا على إرسال طائرات مقاتلة من طراز F-35 وF-16 وF-18 لملاحقة القاذفات على طول ساحل ألاسكا. تعد هذه المرة الأولى التي يحلق فيها البلدان بشكل مشترك بالقرب من الأراضي الأمريكية.
نختتم جولتنا في الصحف العالمية بصحيفة اندبندنت البريطانية وتحت عنوان ماكرون يهدف إلى تجاوز المخاوف السياسية واستعادة الهيبة مع أولمبياد باريس. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجعل فرنسا تتألق خلال الألعاب الأولمبية، ومع ضعفه في الداخل أكثر من أي وقت مضى بعد الانتخابات الأخيرة، يأمل الرئيس الفرنسي أن تساعد الألعاب الأولمبية في باريس نجمه على التألق مرة أخرى، مؤكدا أن الألعاب الأولمبية هي أفضل طريقة لإقناع العالم باختيار فرنسا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا مع أقوال الصحف. طبتم وطابت أوقاتكم، تحياتي، إلى اللقاء.